الحلم ظاهرة شائعة جدا أثارت اهتمام البشر منذ فجر التاريخ، وطرحت الكثير من الأسئلة حول هذه الظاهرة. فالتفسير العلمي للحلم أنه اختزان إنساني لا إراديا لكل ما يدور في عقله من أحداث وقصص، ويستوعبها العقل الباطن بكل فهم وإدراك، ويستعرضها بعد ذلك في أحلامه، ومن بين هذه الأحلام ما يتصادف وقوعها في دنيانا، لأنه لا تختلف عن طبيعة الناس ومنطق الحوادث. والتفسير الديني يقول أنها عبارة عن رسل مبشرة أو منذرة تأتي من السماء. واليوم سنتكلم عن الحمل في الحلم وما تفسيره. هناك تفسيرات عديدة ومختلفة للحمل، ولكن يجب الانتباه جيدا عند رؤية البطن المنتفخ أم الحمل بشكل عام هو الهم والمشاكل. ومن هذه التفسيرات، إذا حلمت المرأة غير المتزوجة بأنها حامل، إذن هي ستواجه مشكلة. والمرأة التي ترغب في الحمل وترى ذلك فهي تنتظر بشرى سارة قريبا وتحقق من خلالها حلم الأمومة. وحمل المرأة المتزوجة في المنام يدل على أنها تواظب على أمرها وتنال منه مالا وزيادة نامية وفخرا. والرجل إذا رأى امرأته حاملا فإنه يرجو خيرا من عرض الدنيا، أما إذا رأى نفسه حاملا فإنه هم ثقيل وحزن خفي على الناس يخاف ازدياده. ومنام الحمل صالح للرجال والنساء. وحمل الحيوان يفسر على أنه خير ومنفعة ورزقا، خصوصا إن كان نوعه محببا. إذا الحمل للمرأة بشكل عام يدل على زيادة رزقها، أما للرجل فهو حزن. والولادة تفسر على أنها تخلص من المشكلة. من رأى في منامه مولودا ذكرا فهذا دليل على قرب زواجه، وإن كان متزوج فهو دلالة على عز ورفعة ينالها في الحياة، والله أعلم. الحمل في المنام لغير المتزوجة به بشرى لها بقرب زواجها وسماع أخبار سارة تسعدها وتحقق من خلالها حلم الأمومة الجميل. وإن كانت تمر بمشاكل عليها أن تتحملها بصبر وسعة صدر حتى تنتهي بإذن الله. الحمل لغير المتزوجة يدل على بشرى لها بقرب زواجها وسماع أخبار سارة تسعدها وتحقق من خلالها حلم الأمومة الجميل. وإن كانوا سيمرون بمشاكل عليهم أن يتحملوها بصبر وسعة صدر حتى تنتهي بذلك بإذن الله، والله أعلم.